أعزائي المشاهدين في كل مكان، في أول حلقة من حلقات برنامج قضايا وأحداث هنتكلم فيها عن سلسلة حلقاتنا عن قضايا وأحداث تخص المواطن المصري، سواء كانت ثقافية أو رياضية أو اجتماعية أو فنية. بس قبل ما نبدأ حلقتنا خلينا نرحب بزميلتي دينا حمدي المتألقة دايما والمتميزة. أهلا بيك يا دينا. أهلا بك يا أستاذ مصطفى. طبعا في أولى حلقات برنامجكم قضايا وأحداث برحب طبعا بالإعلامي المحترم الأستاذ مصطفى عبد الله، وإن شاء الله بإذن الله هنتناقش مع حضراتكم في كل القضايا والموضوعات اللي بتخص المجتمع المصري بصورة خاصة جدا وبتهم كل المجتمع والوطن العربي بصورة عامة. كل بداية، كل خيط يبقى ليه بداية وليه نهاية، برضو في كل قضية بيبقى ليها بداية ونهاية. حلقتنا النهاردة هي بداية قضية، يا ترى هتكون نهايتها إيه؟ طبعا مشاهدينا يعني النهاردة بنتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا. موضوع ده فعلا أنا وأنا بتكلم مستاءة اللي بقى يحصل في مجتمعنا العربي بصورة خاصة، والظاهرة اللي بقت فعلا بتتفشى وبتنتشر بصورة بشعة جدا، وهي حياة بلا ضمير. هنتكلم النهاردة عن موضوع يعني فعلا فعلا قدروا الأطباء في الفترة الأخيرة كله، يعني كل اللي صاحب السلطة وصاحب المسؤولية والريسبونسابيلتي اللي قدها ان هو يثبت جدارته ويقدر يتقي الله في شغلته ولقمة عيشه، لو فعلا واخد مهنة الطب كعلاج للبشر وكمهنة سامية ومن أعلى ومن أسمى المهن. بعض الآخر اتخذ هذه المهنة لأغراض غير سامية على وجه الإطلاق، لا لهدفين: جمع أكبر نسبة مال في أسرع وقت، يعني يجمع فلوس، يشخص غلط، يعالج غلط. وطبعا النهاردة أنا وأستاذ مصطفى عبد الله هنتكلم عن حالة يعني فعلا حالة مؤثرة جدا، وهي الأستاذ محمود ده مريض راح للدكتور علشان يشخص وعلشان مريض وعلشان عاوز علاج صح، الأطباء شخصوا تشخيص غلط. حالتنا إنسانية، حالة مرضية تبكي لها العيون. شاب تدمرت حياته بسبب إجراء عملية جراحية خطأ، شاب في ريعان شبابه بسبب دكتور شخص مرضه خطأ فتسبب في إجراء عملية في شلل تام لهذا الشاب. تعالوا بينا نتعرف على الشاب وإزاي حصل معاه كده في التقرير اللي جاي. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع ليكم تاني. انا محمود محمد ابراهيم ابو شيشع، قريه سيدي نصر بمحافظه كفر الشيخ، سن 22 سنه، كليه الاداب جامعه كفر الشيخ، قسم لغه فرنسيه واداب. والله انا عملت عمليه في المنصوره، عمليه اتعملت لي غلط سببت لي في ان جسمي كله يتشل ما عدا دراعي وراسي بس اللي شغالين في جسمي. فانا دلوقتي ما اعرفش اعمل اي حاجه لنفسي، وحاليا انا مش عارف اوصل لحل من ناحيه الحكومه او من ناحيه الدكاتره، مش عارف اوصل لحل ان اخد حقي من الدكتور نفسه، ومش عارف اوصل لحل ان الدكتور او يشوف لي حل ان انا امشي تاني او يشوفوا لي مثلا جهاز ان انا يساعدني في الحركه وكده. والله بطلب ان انا اخد حقي من الدكتور، وبطلب برضو ان هم يشوفوا لي حل في ان انا امشي تاني. العمليه كانت استئصال ورم من ظهري، من قصاد ايدي كده في ظهري، استئصال ورم. فما اعرفش بقى هو حط المسامير بين في الحبل الشوكي قطع لي العصب، المهم ان هو موت لي ده كله، مع ان انا قبل العمليه كنت بحس بجسمي، وكنت عامل عمليه قبل، كنت عامل حمام قبل ما ادخل العمليه. دلوقتي ده كله ميت، سواء حمام سواء ميت، ما بحسش باي حاجه فيه، ميت ما بحسش باي حاجه فيه. الدكتور طبعا ركب مسامير خاطئه جدا في الحبل الشوكي بما ادى الى شلل رباعي كامل. انا لجأت للقضاء في المنصورة، وطبعا أنا عامل محضر في نيابة المنصورة، وحتى الآن يعني من يومين اتنين بعتونا وحولونا على الطب الشرعي. أرجو من النائب العام أن يبصنا بعين الرأف، رجاء كامل، وللسيد رئيس الجمهورية ابني عايزينه يقف على رجليه وروح جمعته زيه زي زمايله. كل حسبي الله ونعم الوكيل. في دكتور عابد النجيري
رئيس قسم جراحة العظام بالمنصورة، لأنه دمرنا نفسيا ومعنويا ودمر ابني، لأن له لا بقى لي لا حول له ولا قوة. ابني كان بيمشي على رجليه وكان بيعمل إشاعات على رجليه وكان بروح المنصورة وكان بخلص الورق لنفسه وداخل الجامعة وهو ياخد يعمل عينة على رجليه، طلع من الجامعة من شاق. قال كنا عملنا جميع الإشاعات وجميع التحاليل، قال له ده هو عنده ورم حميد، وورم حميد ما يعملش كده، طلعوا عملنا إشاعة، عملنا إشاعة قال ابنك عايز عملية ب 100,000، كان 100% نجاح العملية، 100% ورم حميد. أنا 100% أهم حاجة عندي إن هو يطلع ماشي على رجليه، وابني نستنى أسبوع 10 أيام عشان يمشي على رجليه، لا ابني لا مشي على رجليه ولا هو فضل زي الأول. أنا كل اللي بتمناه من سيادة الرئيس إن هو يتبنى محمود ويشوف له أي حل إن هو يقف على رجليه. محمود والله احنا جرينا هنا في كفر الشيخ، فالدكاتره ما عرفش حالته، فخدنا روحنا المنصوره دكتور عبد النجيري، طلب منه مسح ذري، عملنا له مسح ذري، قالوا انت عندك تاكل في العظم ورم، بس انا متاكد ان الورم ده يكون حميد. فالمهم دخلوه المستشفى، عملوا له خدوا منه عينه عظم وكلام من ده، حللوها، فالمعامل ما طلعتش بتاع مظبوط، برضه تحليل مظبوط. فقال له انت عندك ورم حوالين الحبل الشوكي لازم ينشال. طب وهيمشي على رجله دكتور؟ قال ان شاء الله بامر الله هيمشي على رجله تاني. ودخلنا له عملنا العمليه، ومن يوم ما عملنا العمليه وهو عنده شلل رباعي ما بيتحركش. انا طبعا عرضت الاشاعات دي على دكتور بريطاني الجنسيه ولكنه اصله عراقي. بصراحه لما تشوف المحادثه اللي بيني وبينه تشمئز جدا لها الانفس على العمليه اللي حصلت ديت، ومن حي ما قال في موضوع ان الدكتور عمل عمليه خاطئة جدا في ساعة وربع، وهي عمرها يتراوح من بين الثمان ساعات للعشر ساعات، وعرضناها على دكاترة من أمريكا برضو، فبصراحة قالوا مش الطبيب اللي عاملها ده أكيد واحد من الصحة، لأن العملية ديت اللي عاملها ديت ما يعملهاش طبيب وما تخرج من كلية الطب. وإحنا لفينا بالإشاعات والتقارير اللي معانا ديت على جميع دكاترة اسكندرية والقاهرة وهم يعلموا ذلك، فعلا لا بأس به في العملية اللي هو عاملها. قال لك الدكتور ده مش تخصصه، ازاي ان هو عمل عملية زي دي؟ دي اجرام، دي اجرام. رسالة الى كل المسؤولين، رسالة الى اصحاب القلوب الرحيمة، حالة محمود تحتاج الى الرحمة. حنان إبراهيم، قضايا وأحداث. بعد ما رجعنا من التقرير، يا ترى فين الرحمة؟ ما هو قبل ما حضرتك تكون دكتور أو أب، قبل ما حضرتك تكون دكتور أنت أب، ولا الفلوس تنسيك الرحمة وتنسيك كنت إيه وبقيت إيه؟ يا ترى فين الإنسانية؟ معانا حالة النهاردة، حالة محمود بنناشد فيها الرحمة وبنناشد فيها الإنسانية والضمير. الضمير احنا بنحاول نتواصل مع الدكتور لكن للأسف مش عارفين نوصل له، فهنحاول وإن شاء الله نوصل له ونشوف حل الموضوع مع محمود. زي ما حضراتكم شفتوا يعني حالة مأساوية بجميع الجوانب وبجميع الاتجاهات، إهمال طبي، تشخيص غلط يؤدي لشلل كامل لشاب في عز شبابه، و دمار لحالته النفسيه وحاله اسرته. طبعا من مكاني هنا انا وزميلي استاذ مصطفى عبد الله بنناشد السيد الرئيس رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، بنناشد وزيره الصحه الدكتوره هاله زايد، بنناشد كل المسؤولين في الدوله، بنناشد كل اصحاب القلوب الرحيمه ان محمود كمواطن محتاج حقه، محتاج يرجع ان هو تاني شاب كويس وبصحته زي الاول. هتقدروا تنقذوه وتنقذوا اهله من الدمار اللي حصل له، دمار نفسي والدمار العملي والدمار الاجتماعي. يعني فعلا فعلا كلنا محتاجين نساعد الانسان اللي حياته اتدمرت بسبب تشخيص خطأ من بعض الاطباء اللي ما عندهمش مسؤولية. كلنا بنسأل نفسنا يا ترى حالة محمود دي هتكون الاولى والاخيرة ولا هيكون في حالات بعدها كتير؟ في ظل الظروف اللي احنا فيها وان البلد في ازمه، في البلد ازمه كورونا والوباء اللي شغال، بالفعل المفروض نكون متكاتفين مع بعض وايدينا في ايدين بعض ويكون كل واحد عنده ضمير. حالتنا النهارده ديت اللي شفناها حياه بلا ضمير. انا مش هقدر ارغي ان الدكتور ده عايش حلاه بلا ضمير. الفلوس خلت كل واحد يبيع ضميره او يموت ضميره.
حالة محمود دي كل اللي بنحتاجينه وبنطالبه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيادة المسؤولين إن محمود يرجع زي ما كان، شاب في مقتضى عمره، شاب طالب جامعي في سنة رابعة كلية أداب قسم فرنساوي، لما تكون حالته بالمنظر ده يعني أكيد ما فيش حد هيبقى مرضي، فياريت حد من المسؤولين يتواصل معنا ويقول لنا نقدر نعمل إيه لحالة محمود. طبعا يا جماعة يعني كلنا شفنا الدكتور المحترم الله يرحمه محمد مشالي، وقد إيه إنه هو كان اسمه طبيب الإنسانية وطبيب الرحمة، يعني قلب الدنيا على السوشيال ميديا في حالة وفاته، لأن فعلا المجتمع كله تأثر بوفاته لأنه كان إنسان ليه قيمة كبيرة جدا، قامة وقيمة عظيمة جدا، كان فعلا اسمه طبيب الإنسانية. شفنا حالة تانية دكتور أحمد الشاعر، وكان فعلا أنا من مكاني هنا بشكره، دكتور بيخدم الناس لوجه الله، بيكشف وبيعالج، ولو فعلا لقى ان اللي قدامه المريض معهوش حتى حق او تمن التذكره ما كانش بياخد منه. ليه ما نبقاش كلنا كده؟ انا وزميلي مصطفى عبد الله هنسال قدام ربنا، لان المكان اللي احنا فيه ده بنوجه رسائل لكل المسؤولين، كل واحد في مكانه يا جماعه يراعي ربنا، مش كل حاجه الفلوس فيه مساءله قدام ربنا، المفروض ان احنا نساعد بعض ونخدم بعض. انت موجود في مكانك كطبيب هتحاسب والله قدام ربنا، ان انت الناس دي محتاجه لك، الناس دي اي مريض بيبقى نفسيته متدمره قبل حالته الجسمانيه ما متدمره، او عنده اي مشكله جسمانيه وحالته النفسيه متدمره، باباه متاثر ووالدته متاثره، يعني فعلا بيكون تعبان جدا. ما ينفعش ان احنا مجرد ان احنا بنفكر في جمع فلوس وخلاص. اقل شيء لو ما قدرناش ان احنا نسيب ثمن الكشف او نسيب ثمن الادويه، احنا ممكن ان انت تدي المريض حقه، ما تاهملش فيه، ما تديش، ان مش معنى ان انت بتاخد كشف وبتدي علاج والكلام ده كله انك تاهمل المريض، لا، المفروض يعني راعي ربنا وراعي ضميرك في القسم اللي انت حلفته. دي حاله دلوقتي احنا بنشوف في بعض الاحيان بعض الدكاتره محترمين جدا بيتابعوا حالتهم، ناس بتراعي ربنا وبتراعي ضميرهم، وفي بعض الدكاتره برضو يعتبر تجار، في تجار بشر، مش تجار حياه، دول بيتاجروا في البشر. مشاهدينا معانا طبعا مداخله مهمه جدا من الدكتور طارق الشربيني، مدير مديريه الصحه بكفر الشيخ. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. زي ما حضرتك شفت التقرير والأطباء والإهمال والتشخيص الخاطئ وقد إيه يقدروا يدمروا مريض ويدمروا أسرته والدته ووالده بسبب إنه شخصوا غلط وادوله علاج غلط، فبالتالي حياته اتدمرت. إيه الإجراءات اللي ممكن تتخذ في هذه المشكلة وهذه الأزمة؟ هو حضرتك في هنا شقين، الشق الفني الأول إن هو مسألة إن لازم بيتعرض على أساتذة في التخصص بحيث إن احنا يعيدوا تقييم الموقف بالأشعات الجديدة والوضع الجديد والكشف الإكلينيكي على الحالة في الوضع الجديد، وبالتالي يتقرر له إيه هي الخطوة الجاية طبقا للوضع الحالي اللي احنا فيه، وإيه اللي ممكن يتعمل عشان نقدر نحسن الوضع عن كده، أو إذا كان في إمكانية إن احنا نتلاشى السلبية اللي موجودة دلوقتي ونحاول نوصل لوضعنا الطبيعي لو أمكن إن شاء الله. الشق الثاني وحضرتك اللي هو الشق القانوني، حضرتك هو طبيعي، أنا شايف إن والد محمود تقدم بشكوى لمعالي النائب العام. حضرتك هو مفروض إن العرف في الحاجات دي إن بما إن دي مسألة فنية وبتخضع لتقييم طبي، فمفروض إن حضرتك معالي النائب العام بيشكل لجنة، يا إما بيجيب طبيب شرعي يا إما بيشكل لجنة من ثلاثة من استشاريين في التخصص بتاع جراحة العمود الفقري أو جراحة المخ والأعصاب، بحيث إن هم بيشوفوا الوضع اللي كان موجود سابق للعملية والإجراء اللي اتخذ، هل اتخذ طبقا للأعراف الطبية والمتعارف عليه والمضاعفات اللي حصلت دي، هل هي مضاعفات واردة وممكن تحصل عشان خاطر الحالة المرضية نفسها، ولا لا دي في تقصير من الفريق الطبي اللي كان بيقوم بالجراحه. تمام،
وهيكون في يا دكتور يعني حضرتك بتطمنا ان هيكون في اجراءات حاسمه وفي عقوبات حينما يثبت ويعني حضراتكم تتاكدوا ان في تقصير وفي اهمال وفي تشخيص خاطئ، حضرتك بتطمنا ان في عقوبات رادعه هتحصل علشان اي حد بيهمل او ما بيتحملش المسؤوليه كامله في مكانه يكون عبره لغيره من الاطباء؟ معاليكي ما فيش شك في الكلام ده، لا نقابة الأطباء هتقبل التقصير في حق المرضى ده من الجانب المهني، ولا في نفس الوقت وزارة العدل هتقبل إن يحصل تقصير في أي حد. وإذا ثبت إن الطبيب فعلا كان مقصر سواء أخطأ في التشخيص أو أخطأ في إجراء الجراحة اللي هو قام بيها، وإن المضاعفة دي ما كانتش واردة تحصل، وان في بعض المضاعفات وارد تحصل، وفي بعض العمليات لها نسبه وفيات في العالم كله، في بعض العمليات لها نسبه مضاعفات، فاذا كان ده مش وارد وفي خطا مهني، لا حضرتك القضاء بياخد اجراءاته ومحدش بيتعاطف مع اي حد قصر او اعمل في حياه مرض. لا بس برضه يا دكتور احنا طالبين من حضرتك قبل المساءله القضائيه وقبل ما ياخد حقه بالقانون، احنا محتاجين حد يتبناه، محتاجين حد يبص له بعين الرحمه ان احنا نقدر لو هيامكن ان احنا نقدر نوقفه على رجليه تاني. حقه بالقضاء ده قضاء ربنا ونعمه بالله، محدش مختلف فيه، وقبل ما يدور على حقه القانوني احنا عايزين حد يتبناه ونقدر نوقفه على رجليه ان هو يكمل حياته الطبيعيه، مش ان انا احاسب المسؤول احاسب الدكتور ان هو اخطا او ما اخطاش واسيب حياته تتدمر، لا انا عايزه يرجع يعني حد يتبناه ويكون مسؤول عن الحاله الصحيه بتاعته. هقول لي معاليك عشان خاطر تبقى يبقى الوضع، احنا في كفر الشيخ ربما نقدرش نقدم الخدمه الطبيه في مستوى جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري بالشكل ده في الوقت الحالي، لكن حضرتك احنا ممكن ان شاء الله هنرجع لقياداتنا في وزاره الصحه ومع برضه معالي المحافظ، هنسعى ان شاء الله ان احنا نتواصل اي مكان في خدمه اعلى، يعني انا مش هوعد بمكان محدد، لكن ممكن لما نتواصل ان شاء الله مع اساتذتنا في الوزاره معالي الوزيره والدكتور مصطفى غنيمه، وان هو النهارده ممكن يوفروا لنا اتصال ومكان في حتت زي معهد ناصر او اي اماكن تعليميه متخصصه، فاحنا ان شاء الله هنسعى في الفتره دي ان شاء الله مع الدكتوره سوسن وكل وزاره الصحه في كفر الشيخ ان شاء الله ومعالي المحافظ ومعالي الوزيره ومصطفى بن شكرا دكتور طارق.